المؤكدات عشان الوسامة اللي موجودة. اهلا بحضراتكم معانا وفقرتنا الاولى على الهواء النهارده. طبعا يعني احنا محتاجين ان احنا نعمر بلدنا علشان ننتقل لمصر الحديثه اللي احنا بنتمناها، وده ما ينفعش غير لو كان عندنا قاعده معلوماتيه وبيانات كافيه نضعها امام صانع القرار عشان يتخذ القرار المناسب. المعلومات دي بتفيدنا كتير جدا وفادتنا من زمان قوي من خلال المعلومات المساحيه اللي بيوفرها قسم المساحه بكليه هندسه شبرا جامعه بنها، بدءا بمفاوضات طابة مرورا بالمشروعات القومية العظيمة اللي احنا شايفينها، سواء العاصمة الإدارية الجديدة، الجلالة، العالمين، أو حتى في رصد التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة. ده كله بتشارك فيه قسم المساحة برجالاتها اللي بتطلعها من هذه الكلية اللي احنا بنحتفل بيوبيلها الذهبي النهاردة. النهاردة بنحتفل باليوبيل الذهبي لقسم هندسة مساحة شبرا بجامعة بنها، وبشرفنا ان احنا يكون معانا الحديث عن هذا القسم وتطبيقاته على الارض وعلاقته بالمشروعات القومية النهاردة ضيوفنا الاستاذ الدكتور عمرو حنفي رئيس قسم هندسة المساحة بجامعة بنها. اهلا بحضرتك معانا. والى جواره الاستاذ الدكتور ايمن الشهابي استاذ علوم المساحه والمساحه التصويريه. اهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. حقيقه عايز اقول لكم مبروك طبعا على هذه الاحتفاليه، لكن في البدايه كده نتعرف مع حضراتكم مع الساده المشاهدين ايه قسم المساحه وايه دوره ومهمته في جامعه بنها. نبدا مع حضرتك، اتفضل. احنا نقول صباح الخير للناس كلها، وقبل ما نبتدي نتكلم عن القسم نتكلم عن العلم. احنا بنتكلم على علم بنسميه جزء من علوم الحياة. الانسان على هنقول مراحل حركته دايما بيعمل نشاط، والنشاط ده هو لازم يتم في مكان معين، وكل ما كان اختيار المكان مناسب للنشاط كل ما كان المردود بتاعه بيبقى افضل واهم. من هنا هو ظهرت اهمية القياسات، اعرف انا واقف فين وعايز اروح لفين، عايز اعرف يا ترى الارض اللي انا بتعامل معاها ارض ممهده ولا ارض فيها صعوبات هتقابلني لو ابتديت انفذ اي مشروع. من هنا ظهر علم مرتبط بالقياسات، سواء اعرف المسافه، اعرف المساحه، اعرف الحجم، وده المدخل البسيط والاساسي لعلوم المساحه. جميل جدا. طيب طبعا علوم المساحه دي يعني زي ما حضرتك كده ذكرت معناها انها بتوفر من خلال رصدكم لطبيعه الارض وطبيعه اللي موجود عليها معلومات لصانع القرار. تمام. ننتقل بقى من الجزئيه دي مع دكتور ايمن ونشوف يعني تعاون الجامعات المصريه مع الحكومه المصريه علشان توفير هذه المعلومات، لانه يعني من الدور الاساسي المنوط باي جامعه هو الخدمه المجتمعيه وحل مشاكل المجتمع. ابرز الاشياء او المجالات اللي بيلجا اليها الحكومه لمهندسي المساحه او اساتذه المساحه في كليه هندسه شبرا؟ احنا بنعتبر نفسنا بيت خبره جاهز لكل التخصصات مش بس المساحه، ولكن تخصصات الهندسه عموما وخصوصا المساحه في الجزئيه اللي التخصص بتاعنا فيها، وبنقوم بتقديم هذه الخبرات الى الجهات المعنيه في الدوله كلها وخصوصا في المشاريع القوميه الكبيره، مثلا تعديات على اراضي الدوله، مثل التعديات على الاراضي الزراعيه، مثل حصر المباني اللي موجوده، الاتجاهات العامه. مثلا احنا ممكن ننزل في الشغل بتاعنا الى الشوارع اللي موجوده، انا عايز اروح من مكان لمكان، اذا كنت بحرك مثلا عربيه شرطه، عربيه مطافي رايحه نقطه معينه، كل التفاصيل اللي احنا ممكن نعملها باستخدام التكنولوجيات الحديثه وباستخدام العلم المساحه في تسهيل وتذليل هذه الصعاب وتسهيل دعم اتخاذ القرار لمتخذ القرار. جميل. طيب جميل. احنا بنتكلم عن المشروعات القوميه، وطبعا المشروعات القوميه دلوقتي كلنا شايفينها انه في يعني اتجاه لمشروعات كبيره في كل انحاء الجمهوريه، وده محتاج معلومات. دور قسم المساحة هنا في هذه المشروعات، ويعني يمكن دكتور أيمن ذكر بعض المشروعات دي منها يعني التعديات على الأراضي الزراعية أو استرداد أراضي الدولة. حضرتك يعني لك علاقة يعني وثيقة بموضوع لجنة استرداد أراضي الدولة. تمام. فنتكلم عن هذه الجزئية لأنها شيء مهم بالنسبة لنا. أراضي الدولة كانت يعني مستباحة في فترة من الفترات، حبينا أن احنا نقارن الأوضاع ونعرف هي مع مين ونسترد من الأرض ممن ليس له حق. دوركم في هذه الجزئية. القيادة السياسية في الدولة في هذا الوقت مهتمة اهتمام شديد بما يسمى إعادة هيبة الدولة، وهيبة الدولة لن تتم إلا من خلال الحفاظ على حقوقها اللي هي في النهاية حقوق المواطن.
من هنا كانت القيادة السياسية مصممة على وجود لجنة اسمها استرداد أراضي الدولة، وكانت موجودة في وقت من الأوقات برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، وهي حاليا بقيادة المهندس شريف إسماعيل. الحقيقة من ضمن المشروعات المتميزة اللي هي بتنفذها، في احنا عندنا مشروع بيتم اليومين دول وبولاية مباشرة من معالي وزير الأوقاف، حصر أراضي الأوقاف المصرية. الحقيقة أنا ليا حظ أن أنا بأشارك في هذا المشروع بشكل مباشر. احنا عندنا أوقاف كتير قوي، الأوقاف دي هي في لحظة من اللحظات لم تستثمر بالوسيلة أو بالشكل المفيد. من هنا جت المبادرة، ومن قيادة، والقيادة الحقيقة بتتابع هذا المشروع، مش عايز أقول يوم بيوم، ولكن بشكل مستمر وفعال. إن إحنا نجحنا ولأول مرة إن إحنا نوجد قاعدة بيانات مكانية موجود فيها كل ما تمتلكه الأوقاف من موارد، واتحطت كلها في مكان واحد، بحيث إن في خطوة مستقبلية. الحقيقة وزير الأوقاف بيتابع الموضوع بشكل مستمر أيضا، بحيث إنها في لحظة من اللحظات هنبتدي نعرف الدولة تمتلك إيه، وقيمته شكلها إيه، وما هي الوسيلة المثلى لاستثمار هذا العمل. ده الحقيقة جزء من كل، لأن لجنة استرداد أراضي الدولة بتعني كل أراضي الدولة، ولكن ده كان جزء من الأجزاء اللي أنا كان لي الشرف إن أنا أشارك في تنفيذ المرحلة الأولى منه، واللي مع نهاية السنة دي بإذن الله تنتهي، ويبقى عندنا ما يسمى أول أطلس في أملاك أوقاف مصر كاملة. أنا أتمنى كمان إنه مش الحصر بس، إنه يكون في خطة لاسترداد واستغلال بقى هذه الأراضي، لأنه بشكل شخصي كده أنا متخيل إن إحنا عندنا تريليونات بتمتلكها الدولة من هذه الأراضي، وفي أماكن مميزة جدا، فأتمنى يكون الاستغلال بتاعها يبقى يعود علينا. هي دي الخطوة رقم اتنين، إن إحنا بس هي الخطوة رقم اتنين اللي هي الاستثمار، مش هنقدر ننفذها إلا لما نمتلك الحصر اللي إحنا محتاجين. صحيح. اللي عندنا. صحيح. دكتور أيمن، هتكلم على الاحتفالية اليوبيل الذهبي لقسم الهندسة، هندسة المساحة في جامعة بنا، ونتكلم بقى على الاحتفالية وإيه اللي انتوا هتقدموه النهاردة، وخاصة إن احنا بنتكلم على تعاقب أجيال، وانتوا بتسلموا العلم لأجيال كتير ويعرفوا قيمة المكان اللي هم فيه. اتفضل يا فندم. احنا يعني لحسن حظنا إن احنا حضرنا أو موجودين في الوقت ده اللي بنحتفل بيه بتخرج أول دفعة من منذ 50 سنة فاتت. فالاحتفالية ليها معنى خاص، واحتفالية ما بتتكررش في عمرنا تاني. فاحنا حاولنا ان احنا نحاول الجهات ذات الصلة المعنية بشغل المساحة وعلوم المساحة وكل أساتذة المساحة في الجامعات المصرية شرفونا وحضروا الاحتفالية، وكانت احتفالية معمولة من أحد الأيام، من يوم الاثنين اللي فات تحديدا، وشرفنا بحضور معالي محافظ الأهلية ومعالي رئيس الجامعة وعميد كلية هندسة شبرا وقيادات كتير من الدولة، واستفدنا بوجودهم طبعا وشرفونا بوجودهم، ان هم اثروا الاحتفالية وادوها طعم تاني وبعد تاني. العام وحضراتكم بخير طبعا. ودكتور عمرو، يعني احنا شايفين دلوقتي قدامنا على الشاشة فيديو يعني لبعض الصور او الخرائط اللي موجودة لأملاك الدولة او لمناطق في الدولة، وهنا برضو عايزين نعرف دور المساحة بالضبط في يعني رصد اي تعديات على الاراضي الزراعية، في مثلا تصوير الاماكن وحصر الملكيات، لان احنا عارفين انه بنسمع عن هيئة الاستشعار عن بعد، واعتقد ده برضو له علاقة بعلم المساحة. خطأ. احنا يمكن علوم المساحة اتحركت على مراحل عمرها، وهي احد اقدم علوم الدنيا، الى ثلاث مستويات. كان في مستوى بنفكر في تجميع البيانات فقط، وبعدين بعد وجود عصر الحاسب الآلي ابتدينا نتحرك إلى ما يسمى بتحليل هذه البيانات، يعني مش مجرد معلومة غير مفيدة أو حقيقة ملهاش معنى، ولكن احنا ابتدينا نجاوب منها على سؤال. الآن احنا بنتحرك لمستوى ثالث بنسميه إدارة هذه البيانات، الاستفادة المثلى وتعظيم الاستفادة منها. يمكن الفيديو اللي قدام حضراتكم ده هو بيتكلم على ما يسمى المدينة الذكية، وإزاي من خلال تقنيات علوم المساحة وعلوم الاستشعار من بعد
نبتدي نحدد ايه موجود فين. الحقيقه هو ده السؤال، وبعتذر يمكن باللغه الدارجه، المدينه الذكيه. ده خاص، هذا المصطلح خاص بمصر كلها ولا ده الحلم بتاعنا؟ ده الحلم اللي هو موجود في حتت ابتدى يتطبق. يعني زي ما احنا كان في لحظه من اللحظات عندنا برضو مصطلح المدينه الخضراء، الجرين سيتي بشكل او باخر. احنا هنا عايزين نعظم الاستفاده. احنا عندنا مشاكل ولازم نواجهها. احنا ما عندناش ميه دلوقتي، او عندنا تحدي في موضوع المياه. طب هيبقى جزء من حلول هذا التحدي ازاي نستثمر المياه اللي موجوده بافضل ما يمكن. فما ينفعش حد يقول انا هاخد قرار لوحدي ازرع في مكان رز بدون ما يرجع لاصحاب القرار في هذا الموضوع، اللي هم ممكن يكون عندهم بعد اشمل من رؤيته الخاصه بيه. الكلام ده ممكن يتم باستخدام تقنيات حديثه جدا، احنا جزء منها. مش من حق اي حد ان هو يزرع على ارضه الزراعيه. احنا لازم نبتدي نقول للناس لا، من فضلكم توقفوا عن هذا العبث. والكلام ده لازم يتم من خلال الدوله اللي لازم يبقى في ايديها الاليات والادوات، وده جزء من علوم المساحه عشان نعرف احنا محتاجين ايه بالظبط يا فندم. يعني احتياجاتنا اللي بنلبيها مش كده وبس. فكره الاداره ازاي يبقى عندي قطعه ارض واستثمرها الاستثمار الامثل. مش معقول يبقى عندي ارض قدام نهر النيل وابتدي اقول انا هعمل فيها جراج. ما عندناش الثقافه دي يا فندم. لا يا فندم، احسنت، انا بشكرك جدا على الجزئيه دي. ما عندناش الثقافه دي. لازم لازم. احنا عندنا ثروات غير عاديه. احنا عندنا ثروات معدنيه يعني يمكن ان تحل العديد من مشاكل مصر. مش عايز اقول كلها، ولكن يجب استثمارها الاستثمار الامثل. يمكن دي ميزه من مميزات علوم المساحه، انها الشريك القوي في كل المشروعات. يعني تخيل حضرتك هنبتدي نقول انا احط فين الاي تي ام بتاعت البنك. صحيح. لغايه ما ياخد قرار حرب. طب احنا ما بنيجي نقول ترسيم حدود مصر البحريه عشان نحافظ على ثروات مصر اللي موجوده في البحر. ده تم من خلال طبعا الاجهزه اللي بتساند في القصه ديت، اداره المساحه العسكريه والمساحه البحريه. طب ودول طبعا ليهم دور يعني يثمن ويقدر في ترسيم حدود مصر الدوليه والحفاظ عليها، ولكن كل دوت بيندرج تحت ما يسمى علوم المساحه بشكل عام. طبعا يعني وقتنا بيخلص، لكن في النهايه يعني دكتور ايمن برضو واحنا داخلين على مرحله جديده اخيرا كده، تصوركم لما يدرس في الجامعه ومن خلال القسم، حضرتك رئيس القسم برضو دكتور عمرو، فهيكون ليكم طبعا يعني رؤيه، لانه احنا عايزين نطلع خريج شكله ايه علشان يساند الدوله في مرحله المشروعات القوميه الجديده. النهارده احنا التكنولوجيا الحديثه في الفتره الاخيره في اخر 10 سنين اثرت تاثير جذري في علوم المساحه عموما، وخصوصا بعد ما كل الاعمال بقت مرقمنه، بقت كلها ديجيتال. الرقمنة الأعمال خلت سهولة جامدة جدا في تجميع البيانات اللي موجودة، وبقى في عندنا غزارة من المعلومات. بدل ما كان مشكلتنا زمان ان احنا ازاي ننزل نجمع المعلومات دي ونبذل مجهود قوي في تجميعها، بقت النهاردة الحاجات دي كلها بتتجمع بسهولة عالية، بقت مشكلتنا في ان احنا نتعامل معاها. فالنهاردة بنغير مفهوم الطلبة من ان هو مجرد ان هو بيجمع البيانات بس، لان هو ازاي يستفيد بيها وازاي يجمعها وازاي يحللها علشان يطلع بيها برؤيه اعم واشمل تفيد صانع القرار في اتخاذ القرار الصحيح. اللي زمان كنا بنقول دايما ان احنا بنتعلم من الماضي، النهارده احنا ممكن نعمل سيناريوهات مختلفه للمستقبل علشان نبقى عارفين احنا رايحين فين في الفتره اللي جايه، ونتحسب لكل المشاكل اللي ممكن تحصل لنا نتيجه الاوضاع اللي بمنتهى الامانه. بس يعني انا عايز اقول حاجه، على الرغم ان احنا طموحاتنا للسماء، الا اننا بنفخر بحكم يمكن زي ما تفضلتي حضرتك وقلتي احنا القسم الوحيد اللي موجود في هذا التخصص جوه جامعات كليات الهندسه في مصر. الجامعات المصريه الحكوميه احنا اقدم قسم على مستوى الوطن العربي. احنا اولادنا سفراء اكثر من رائعين على المستوى القومي والمستوى الاقليمي، على الرغم من طموحاتنا لما هو اهم من كده. تاكيد يعني في كل مره بقابل اصحاب العلم بتدونا دفعه كبيره جدا من التفاؤل والامل، وزي ما بنقول دايما انه مصر سباقه في علوم كتير منها علوم المساحه. انا بشكركم ونورتوني
والف مبروك، وان شاء الله تحتفلوا بمزيد ومزيد من الانجازات ان شاء الله. نتقابل في 2068 باذن الله في اليوبيل المئوي بقى. ان شاء الله باذن الله. ربنا يديكم الصحه يا رب. نورتونا يا فندم. نورتونا. اهلا وسهلا. لسه فقراتنا متواصله مع حضراتكم، وبعد الفاصل ان شاء الله هننتقل بقى الى فقره الاعياد. بنبتدي من دلوقتي وحتى يوم 7 يناير نحتفل مع حضراتكم بميلاد السيد المسيح. بعد شويه هيكون معانا بيشوي القمص خادم كنيسه مريم العذراء وفرقه اجابي للترانيم، وهنسمعها مع بعض. لما تكلم ولغاني من بحر المواويل ولغاني، لما تكلم ولغاني من بحر المواويل ولغاني، ما حدش من فكره لغاني، مصر جميلة. Yeah.